بريزيدنتي الغالي، هل تتذكر تروبيكو وأشجار نخيل الزمرد تلك والشواطئ البلاتينية والبحار البلورية التي تنعكس منها الشمس كبريق المجوهرات والقطع النقدية الذهبية؟ إنه أنا يا بريزيدنتي، بينولتيمو، مساعدك الأمين وأكبر معجبي. لقد سردت انتصاراتك، لكن لا تخف، لأنه لم يكتب شيء. لا ينسى بينولتيمو شيئاً أبداً إلا إذا قيل له بالطبع. إذن دعونا نستمتع بقصص الماضي. وأيها أفضل للبدء به من أول مرة قابلت فيها بينولتيمو المخلص يا بريزيدنتي الأنجح؟ لقد كان الأمر كأول شروق شمس في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد في حلقة جديدة عن لعبة جديدة. اللعبة هي اسمها تريبولي سيتي. طبعا هي بتحكي محاكاة بناء مدن مثل أي بناء مدن، بس ولكن فيها الطابع العربي. جميلة جدا، حبيت نزودكم عنها سلسلة 4-5 فيديوهات. إذا عجبتكم نستمر فيها، أكثر ما عجبتكم نكنسل على الفكرة بلعبها على حوالي أوفلاين مثل باقي الألعاب كلها. أنتم ما تعجبكم بكنسل عليها بختمها على حوالي. المهم خلينا نبلش بالفيديو واحكي لكم كل تفاصيلها وشو الهدف من اللعبة وكل شيء. بداية نحن طبعا انا كنت عم بلعب اللعبة، رح اسوي لعبة جديدة، وانا خلال لعبة جديدة رح يبلشوا يحكونا لعبة، يحكونا شوية شغلات. رح ناخذ هاي الجزيرة. شوفوا اكثر شيء نقطة جدا مهمة بهون، هي بونولو تيمو الكبري، المغامرة المشتركة الأولى لأرب سيمو مساعدة المخلصين بنمية قصة كيف التقى ومؤامرة قتل وخطة بنتي البارعة لتمويل طريقهم إلى الاستقلال من خلال تهريب الذهب وجوز الهند. يعني أنا عندي هلق بهاي اللعبة هدفين، لازم هرب الذهب وجوز الهند. طبعا هي بالعصر ما بعرف شو هو تركيز المهمة على التهريب والخدمات اللوجستية وإعلان الاستقلال، هالثلاث أشياء. طبعا هاي اللعبة شلون رح تسوي، رح أحكي لكم أنا طبعا صعوبة عادي بدل المهمة. طبعا راح يحكي معي بالعربي راح يوجهني اكثر. طبعا هنا راح يعطوني حاكم على الجزيرة او على هدول الجزر اللي شايفينها قدامكم على الخريطة الشاشة، هي راح يعطوني انا حاكم عليها. وخلال ما اكون انا حاكم لازم بيطلب مني الاسر الحاكم، بيطلب مني خدمات راح اعمل لهم اياها مقابل هالخدمات اللي راح اعملها. راح يمدوا لي، راح يعطوني شغلتين، يا اما تمديد مدة حكمي او بيعطوني مصاري على هذا الاشي. خلينا نسمع الانترو. واشجار نخيل الزمرد، لقد كان الأمر كأول شروق شمس في حياتي. مرحبا بك، لابد أنك الحاكم الجديد. أنا اللورد ويندهام، صوت المملكة، ومن واجبك أن تفعل ما أقول حتى تنتهي ولايتك على الأقل. لا تنزعج، أنا متأكد من أنك سوف تستمر لفترة طويلة. الرب يعلم أنني لا أريد القيام بذلك بنفسي. لنبدأ بزراعة السكر. موافق. طبعا هون إيش طبعا بس خلينا نوطي الصوت شوي لأن الصوت مرة عالي. طبعا أنا حطيت الصوت ما عندي من هون السماعة. تمام، لأني يعني بدي الموسيقى تلزمني مشان الريبلاي أو مشان أنتوا تتفرجوا مشان تستمتعوا. طبعا أنتم ما كنتوا شايفين هاي الجزيرة، في عندي أنا هون مدة حكم اللي هي 7 سنوات، 7 سنين و10 أشهر. طبعا هون المقتي بمشي مثل الصاروخ. طبعا هو أول شيء طلب مني إنه أنت لازم تزرع لي سكر، فأنا دخلت باللعبة وتعلمت شوي عليها، فلازم نحن نحط له نسوي له زراعة السكر ونقول له تغيير الموارد. بلش نحط له زراعة سكر، هاي أول شيء عملناه. أعطوني اقتراحات، إن المزارع تنمو بشكل جيد، هل آخذها؟ كم هي قذرة تلك الطبيعة، ولكن ثمة مال في ذلك الأمر. الآن لننجز الأمر سنحتاج إلى القوة العامة لو الحصول على تعاون السكان المحليين في الحجم الفعلي المغناطيسي. المهم بده نمتلك مكان تخطير، بس خلينا نعلي شوي الصوت لأني وطيته مرة ما عاد أسمع شيء أبدا. أتوقع صار مناسب الصوت. تمام، هلا وش طالب مني؟ طالب مني تقطير الكحول. رح اخذ انا مقابلها اذا عملت له هاي الخدمه رح يعطيني مده تفويض لمده سنه كامله، يعني هتزيد حكمي سنه، ورح يعطيني او 3000 دولار. فانا رح اختار بعد ما احط له التقطير. فهنا رح احط له التقطير، نجي هون تقطير، لا مو هون، لا هو تقطير الكحول. طبعا هون، طبعا هون انت دائما لازم تنتبه انه شو لازم يكون المدخل والمخرج للاشي اللي انت بدك تعمله. اتس اوكي، هيك رح نسوي له شارع.
طبعا انا راح اسرع شوي عملية البناء. اوه 4800 غالي كتير. حلو. هلا هاي فترة الحكم الاولى وانا ما فيش في عندي بيعطيني هون، بيعطيني مثل مخططات او ممكن انا اشياء ابلش اشتغل عليها حتى اطور مما عندي انا. فرح اشوف اوضاع العمل، المكتبة ولا السيرك. خلينا ناخذ السيرك والمكتبة، اخذنا الاثنين وبعدين نشتغل بالمواضيع هاي. طبعا انتو حتشوفوني عم بحكي كتير ومختصر، يعني جوز انتو تقولوا اوه شلون تعلم هذاك الحكي كليته، لان انا ضليت عم بلعبها تقريبا شي 6 ساعات عجبتني كتير، وبعد ما عجبتني انت خلص خليني اعمل لكم فيديو عليها لان اكيد رح تعجبكم وتستمتعوا فيها مثل ما انا مستمتع فيها، لان انا بعرفكم رح تستمتعوا مثل ما انا مستمتع. يعني بجد اللعبة جدا خرافية، بس وين الحلو فيها؟ بالمتقدمة يعني لفترات طويلة. يعني هلا غلبنا انهي الحكي ما راح تكون كتير يعني مهمة، فهمتوا شلون؟ هون عنا تصدير. طبعا شلون راح نسوي هلا؟ كل واحد ممكن يسالني شلون انا بدي اسوي الاستقلال، راح اعلنه. طبعا هون في عنا الميناء اللي هو راح يكون مسؤولته الشحن مثل ما انكم شايفين من فوق، راح يجيب لي كل ما يروح يجي، بجيب لي اشخاص بيجي يساعدوني بالجزيره، وبنفس الوقت بيخلوني اتكبر او اكبر المدينه تبعي. طبعا انا هلا راح اعمل اشي مشان الناس اللي عم تجي لعندي، تعداد السكان يكونوا جاهزين لهالموضوع هذا، وبنفس الوقت حبلش اخطط من هلا عملية الاستقلال راح اعملها مستقبلا حتى استقل عن المملكة واسيطر عليها. شو راح يكون هذا العمل كلياته؟ راح يكون انه انا راح يطلب مني هلا راح يجي مجموعة من العمال او مجموعة من المعارضين، حيبلشوا يجوا حيطلبوا مني طلبات، راح يطلبوا مني طلبات انا راح اوافق اعمل لهم طلباتهم عشان اخذ تأييدهم، وبنفس الوقت راح يطلب مني المملكة كمان طلبات وراح تعطيني مدة حكم زيادة، وانا على هذا الطوق حتطول مدة حكم تبعيتي وممكن اعمل الشيء اللي بدي اياه. تمام؟ You understand me? I don't know. طيب هلا هون طلب مني عملت له هاي، خلينا نعمل هون شيء شغله نستفيد منها. خلينا نحط مزرعة لأن أكيد رح نستخدمها بالمستقبل بشكل جدا كبير. وحطها هيك، الله هيك تكون دمرنا المنطقة كلها اللي وراها. ما بدي دمرها أنا. طيب في عندي اختراع تاني نعملها هيك. تمام هلا هون ايش هون بدنا نحط اتوقع تبعية التحطيط. تمام هي هيك راح اسوي الطريق يمر من جنبها لاني، وخليني احط معها ماكينة اللي تحول هاي طحن الخشب، طحنة خشب بقفاها. وشكلي انا اكلت من الارض. تمام طبعا هذا الاستقلال كله يعني كله هالتمهيد لمرحلة الاستقلال اللي راح نعلن عنها مستقبلا. خلينا نسوي لهم بيت معمار، بيت عمال تاني هون جنبه. تمام يعني لا نوبادي. ما كان اتس اوكي. اسمح لي ايها الوسيم، شو شبل لي؟ اجو الى خدمه صغيره جدا. عم بيطلب مني خدمه انه ابني له مزنزينه. تمام حابين له زنزون حتى نستفيد 5 مهاجرين رح يعطيني عليهم، او انه يزيد لي مدة التفويض تبعتي، فانا رح اقبل عشان ازيد مدة التفويض تبعتي. طبعا هون هسه محطة التخطير لسه ما خلصتها، بس ما خلصتها رح يعطيني عليها. او لا هي محطة التخطير، هاي هاي مثل مهمة عادية، هاي للملكة، هاي للملكة متطلبات الملكة رح تعطيني المهاجرين. المهاجرين هن رح يلزموني انه في انه الليمت بس اوصل له انه انا خلص صرت مثل خلاص انه صار عندي صلاحيه كامله. يبدو ان مصنع التقطير الخاص بك يعمل جيدا. شوفوا وانا عندي سمر سريعه ايها الحاكم، من الافضل عدم اخذ عينه من نصيبك الخاص ان كنت تفهم ما اعنيه. جيد للغايه. يعني ايش هو انه انا ما باخذ من التقطير اللي هو حط امرني فيه، فهمت شلون؟ فهلا المهم اعطاني انه فوق يزيد التوفيض مده 12 شهر ولا اخذ 3000 دولار. انا عندي هون 7 سنوات و17 شهر، راح اخذ تفويض حتى اقدر اسوي اللي بدي اياه.
أن أستغل جزرا بالية كهذه أسوأ استغلال. هلا بده أعمل له 3 جزر، أعمل له عليهم وقود عملاقة وديناصورات وكل ما له. عم يضربك كل هذا كامله، يخرب عينك. المهم هلا بده مني أبني 3 مينيات، بس قبل ما أبني بنينة لازم أبني له كمان زنزانة. الزنزانة هون تجي، هون 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 هون. وين الزنازين؟ ها هي الزنزانة. أنا راح أدور على شي مكان أحطها فيه ما تكون مفيدة جدا يعني بالنسبة لي وما تضر بنفس الوقت. والله هون ممتازة جدا، تعال هون حطها هون هيك ما حد يشوف على أساس. إيش بده هاد؟ لينكل عمل اللي لينكل لما تشهد وصول الموقع لإنشاء هذا، قم بربط الجزر بالمؤن أو الجزر أو الجسور. تمام، هو أكيد إجبار رحمني أساسا، بده يبني له مينا بده أو مثل مكان يسوي منه تجارته، ما عارف شو بده يعمل عليه. وينه من الشحن بده؟ وينه هذا؟ أي هذا مين الشحن؟ تمام، هذا بده مين الشحن. راح احطه من هنا. وخلينا نحط واحد ثاني على كل طرف، لانه هذا كمان بيهمني عشان اربط الجزر الثلاثه ببعضها. فهمتوا شلون؟ يعني هو عم يطلب مني طلبات، بس الطلبات هي بتفيدني اساسا ما قبل ما تفيد حدا ثاني. تمام، اتس اوكي. تمام، هاي عملنا 3 اشي. طبعا هون في شيء مهم جدا برجيكم اياه، هون في ذهب. طبعا انا شلون بطلع انه تعبان اللعبه قبل لهذا السبب. وخلال انتم مشاهدتكم لهذا الفيديو راح تستمتعوا بالخلفيه الوراي، راح تكون خرافيه راح تطلع. بس شوي شوي وقت. هذا هو تمام، اتس اوكي. طبعا هلا بدنا نبلش نرسم الطريق يلي راح يوصلني هي بهي. حاليا احنا راح نكتفي بهذا القدر لانه مصاري ما عندنا كثير. والله عندي مصاري، ليش ما عندي مصاري؟ فخليني ابني، احاول ابني لهم مثل مكتبه، مثل اوسع البناء. انتو شلون؟ طبعا هاي شوف هاي الشغلات الموجوده عندي بالمستقبل راح تنفتح معي كليتها بالفيديوهات الجايه راح تشوفوها انتو. طبعا شوف انا مسك بس على هذا، هل تريد فتح المخطط مقابل الرقم الفلاني؟ لا ما بدي افتحه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.